بكم مشاهدينا في برنامج إيكوتي سبوتلايت. بدأ بالفعل موسم نتائج إعلان الشركات للربع الثاني، ويظهر أن النتائج بدأت تعكس تداعيات وتأثير جائحة الكورونا بسبب الإجراءات الاحترازية التي قامت بها دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. وللحديث أكثر حول الموضوع وعن نتائج الشركات في التحديد والسوق السعودي ينضم إلينا محمد الميموني المستشار المالي. أهلا ومرحبا بك محمد. أهلا بك، مساء الخير لك وللسادة المستمعين. بداية دعنا نتحدث عن الرالي الذي نشهده والارتفاعات القوية على الأسهم العالمية، وبنفس الوقت السوق السعودي لم تسير بنفس مسيرة الأسواق العالمية. يعني اليوم نحن تجاوزنا مستويات 7400 نقطة منذ الأول من أسبوع من مارس، يعني قبل جائحة الكورونا، قبل الإجراءات الاحترازية وفرض الحظر. بالتالي برأيك رغم كل الظروف المتشابهة بين الأسواق العالمية والسوق السعودية، لماذا لم نشهد هذا التكافؤ في الاتجاه؟ في البداية أهلا بك، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، ولقاء جميل جدا بإذن الله تعالى واختيار الموفق. طبعا السوق السعودي لا ننسى أنه عانى بمعاناة كانت مشابهة لما تحدث في الأسواق العالمية، فمنذ بدء جائحة كورونا وحالة الذعر التي حدثت في الأسواق العالمية طبيعي جدا تدخل الأسواق المالية في ترند هابط. ولكن ما حدث في الأسواق العالمية أن هناك تحفيزات، خاصة في الأسواق الأمريكية كان هناك تحفيزات في الاقتصاد الأمريكي، كان هناك تصريحات جيدة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، فكان هناك تدافع عالي في الأسواق العالمية، وهذا نتيجة للظروف العالمية في هذه الأسواق أو الميزة التي تمتاز في الأسواق المالية العالمية. لكن السوق السعودي كان لدينا رالي جيد، فنحن منذ بداية شهر هذا الشهر كان لدينا ارتفاعات جيدة في حدود 400 نقطة، فمنذ اختراق السوق السعودي مناطق 7000 حتى مناطق 7400 للدولة يعتبر لدينا الترند صاعد، ولكن هذا الترند لم يكن زخم قوي نتيجة لأن كان لدينا نحن ضبابية. فمنذ بدأ الوزير المالية بتصريحات أنه سوف يكون هناك إجراءات احترازية وعملية تقليص في الإنفاق الحكومي، كان هناك عدم وضوح بالرؤية فما هي الإجراءات التي سوف تحدث، كان هناك قلق، فهذا القلق هو الذي لم يدفع السوق السعودي بارتفاع. ولكن عندما بدأت الصورة بشكل واضح، عندما كان هناك إعلانات من الشركات، كان هناك تصريحات جانبية من وزير المالية، بدأ السوق السعودي يسير برتم صاعد، ولكن هذا الرتم في رأيي أنه لازال متوسط، ويبدو أن السوق السعودي لازال لديه مجال للارتفاعات أكثر بعد إعلانات نتائج الشركات في هذا الربع. يعني تتوقع بعد إعلانات نتائج الشركات سوف نشهد هذا الترند الصاعد، وتعزو كل الارتفاعات اللي عم تحصل بالأسواق العالمية هي بسبب الإجراءات التحفيزية التي قام بها الحكومة الأمريكية وأيضا البنك الفيدرالي الأمريكي بشكل أكبر من أي تحفيزات أخرى شهدناها على مستوى دول العالم؟ صحيح، فهذه الإجراءات التحفيزية هي التي حفزت الأسواق المالية. فنحن في السوق السعودي والاقتصاد السعودي كان لدينا التحفيزات كانت على عدد من الشركات والقطاعات الخاص، فكان هذا حجم التحفيزات انعكس بشكل إيجابي على السوق السعودي، ولكن هذه التحفيزات أتت بشكل متأخر، ولو أتت هذه التحفيزات مع الأسواق العالمية كان لاحظنا أن السوق السعودي استمر بارتفاعات. ولكن هذا يبقى الرأي أن يستمر السوق السعودي بارتفاعات تزامنا مع النواحي الفنية، طالما أنه فوق منطقة 7350 فهو يستمر باتجاه الصاعد ما لم يغير الاتجاه، فدائما نحن نربط التحليل الفني مع الأحداث الاقتصادية حتى نحصل على اتجاه صاعد واتجاه مناسب. طيب أود أن أسألك عن الأسواق العالمية، يعني هذه الارتفاعات الجنونية اللي عم نشاهدها بالأسواق العالمية أو الأسهم الأمريكية بالتحديد، برأيك هل يعني حان الوقت أو أوشكت أن يحصل بها حالة تصحيح أم لا تتوقع ذلك وتستبعد هذا الأمر وستستمر هذه الارتفاعات؟ كيف تنظر إلى الأسواق العالمية؟ الأسواق يعني العالمية اليوم السوق السعودية لحق بالأسواق بالأسهم الأمريكية اليوم إذا لاحظنا. صحيح، في رأيي أن الأسواق العالمية وتحديدا الأسواق الأمريكية سوف تستمر بالارتفاعات حتى نهاية الانتخابات الأمريكية. فنحن دائما تعودنا في سيناريوهات مشابهة في السوق الأمريكي
قبيل الانتخابات يكون هناك تدافع جيد في الشركات ويكون هناك ارتفاعات قمم جيدة في السوق الأمريكي، وبعد ذلك بعد انتهاء حملة الانتخابات يعود مرة أخرى في التصعيد، وهذا يعتبر سيناريو متكرر في السوق في الأسواق العالمية، ولكن لا يمكن الاعتماد على ذلك طالما أن السوق الأمريكي حقيقة وصل إلى مناطق تعتبر متضخمة، ولكن شهية المضاربة في الأسواق الأمريكية لا زالت مرتفعة، حيث لاحظنا ظهور عدد من التقارير أن هناك فتح محافظ جديدة للصغار المستثمرين، فبالتالي كان هناك نوع من عملية المقامرة، وهذا ما يحدث الآن في هذه الفترة. طيب لو تحدثنا عن النفط الذي له نصيب كان في تقلبات أسعار النفط نتيجة هذه الجائحة، تقلبت هذه الأسعار حيث وصلنا إلى مستويات متدنية، وحتى الخام الأمريكي الخفيف وصل إلى مستويات جدا منخفضة دون الصفر، ومن بعد ذلك بدأت الأسعار نشاهدها على ارتفاعات سواء على برينت أو WTI إلى وصلنا إلى مستويات $40 للبرميل، وكما نعلم السعودية هي يعني دولة نفطية بامتياز. سوف نتحدث عن قطاع البتروكيماويات، هذا القطاع الذي يتأثر بأسعار النفط، يعني كيف تنظر إلى هذا القطاع ونتائج هذا القطاع، ما المتوقع؟ أولا خلينا نوضح نقطة هامة جدا، عندما يكون لدينا أسعار نفط مرتفعة أو حركة ارتفاعية في أسعار النفط يقابلها يكون هناك ارتفاعات في حركة أسعار البتروكيميكال وأسعار الشركات البتروكيميكال في السعودية، وتحديدا يكون أثرها بشكل واضح في شركة سابك وصافكو، ولكن عندما يكون هناك التصحيح في الأسواق أسعار النفط وتراجع أسعار النفط يكون الأثر سريع بشكل مباشر على حركة سابك والشركات البتروكيميكال نتيجة للذعر اللي تحدث في الأسواق السوق السعودي تحديدا نتيجة لضعف الكفاءة، ولكن كلما كان لدينا أسعار النفط مواصلة لمستويات $40 وفوق $40 تعتبر أسعار جيدة للاقتصاد السعودي وأيضا للشركات البتروكيميكال، ولكن يكون أثرها بشكل جيد، الشركات تستفيد من الليقم الخفيف كشركات المتقدمة وشركة كيان وشركة سبكي. لو عدنا إلى الجانب الآخر توقعات نتائج الشركات بحكم الذبذبة الحالية التي حدثت في أسعار النفط وضعف الطلب على أسعار المنتجات البتروكيميكال والتي استهلتها الشركة المتقدمة، دائما نحن نقيس عندما يكون لدينا شركة تعلن في البداية نقيس عليها التوقعات، شركة المتقدمة أعلنت نتائجها وكانت متراجعة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة للظروف التي حدثت حاليا، لذلك نحن نتوقع أن تكون نتائج سابق وصافكو بحكم تنوع المنتجات تكون متراجعة بحدود 17% مقارنة بالربع المماثل، ولكن يكون الأثر بشكل سلبي على شركة كيان، أنا أتوقع أن يكون هناك تراجع بحدود 40% مقارنة بالربع المماثل نتيجة لارتفاع تكلفة الإقراض على هذه الشركات وتوجيهها إلى التصدير في الشركات السوق الآسيوي، هذا ما يحدث في أسعار الشركات البتروكيميكال، لذلك نلاحظ أن الحركة اللي كانت على شركات البتروكيميكال يكون هناك تسابق صاعد، عندما يكون هناك إعلانات نتائج الشركات سوف يكون هناك بداية فترة التصحيح لهذه الشركات الأربع. نعم، يعني لا تتوقع أن تكون قطاع البتروكيميكال بشكل عام متشابه في نتائجه، سيكون هناك اختلاف بحسب ظروف ومنتجات الشركة وإلى أي مدى أي شركة تتأثر بشكل وبآخر بأسعار النفط. كما نعلم أن قطاع البتروكيميكال بشكل عام له دور فعال في دعم الاقتصاد السعودي. صحيح، هذا التنوع جميع شركات البتروكيميكال سوف تسجل تراجع، ولكن التباين نتيجة لاختلاف المنتجات البتروكيميكال المنتج الأخير الذي سوف تبيعه هذه الشركات. طيب نتحدث عن أرامكو عملاق النفط في السعودية، بالتالي رأينا عندما تم اكتتاب أرامكو كان الحديث عن الاكتتاب في الأسواق العالمية، ثم تم طرح الاكتتاب في السوق المحلية والسهم يتداول في السوق المحلية، بالتالي هل ترى سهم أرامكو عند مستويات أعلى من المستويات المحلية أو الحالية؟ طبعا اكتتاب أرامكو هو يعتبر اكتتاب عالمي ونقلة جيدة للسوق السعودي، وأيضا نقلة جيدة لهيئة سوق المال تداول عندما أدرجت هذه الشركة بشكل جيد، كذلك كان لدينا حجم إقبال جيد على هذه الشركة، لاحظنا عدد من الشركات الخليجية والشركات العالمية قامت بعملية الاكتتاب كما حدث في شركة بوبيان الكويتية، وشركات إماراتية قامت بالاكتتاب والاستفادة من الارتفاعات التي حدثت أول 3 أيام بـ20%، ثم قامت بجني الأرباح.
حدث جني ارباح في شركه ارامكو نتيجه للمتعامل الذي حصل على التسهيلات وايضا الشركه، ثم حدث تراجع مع ظروف السوق ووصل حتى مناطق 28 ريال. عندما وصل سهم ارامكو عند مناطق 28 ريال كانت هناك جاذبيه جيده لهذه الشركه، عندما انخفضت اسعار النفط وكان هناك فرصه جيده للمستثمرين الذين بنوا مراكزهم عند هذه المناطق فقاموا بالتمركز عند مناطق 28 ريال، ثم قاموا بعمليه جني الارباح عند مناطق 33 34 ريال، والذي أصبح الآن يتداول في هذه المناطق. لا نغفل عن جانب آخر جدا، هو أن فتة الاستحقاقات لشركة أرامكو الحصول على الأسهم المجانية 100 سهم تم إقرارها، فبالتالي السهم يتداول في هذه الفترة دون الاستحقاق على 100 سهم. أنا أتوقع أن بقاء سهم أرامكو في مناطق 33 ريال يعتبر نوعا ما عالي، أتوقع أن يكون هناك جني أرباح لهذا السهم، والعودة مرة أخرى لملامسة مناطق 31 حتى مناطق 30 ريال ونصف، تعتبر هي مناطق جيدة لهذا السهم حتى إعلان نتائج الشركة في 30 أغسطس كما أعلنت الشركة. نعم، طيب يعني نتحدث عن قطاع التسجيل. نحن نعلم أنه هناك تغير في العادات الاستهلاكية، وهذا التغير في طبيعة السلوك الاستهلاكي عند الأفراد والمجتمع العربي، ونتحدث عن في منطقة الخليج بالتحديد تحت تأثير الكورونا. وقع الكورونا حدث بالفعل تغير في هذه العادات الاستهلاكية مما ضغط على قطاع التسجيل بشكل كبير، وبالتالي أكثر كانت قطاعات تضررا من بعد قطاع الطيران وقطاع الفندقة هو قطاع التجزئة. مع استقرار حالات الكورونا لنقول وبداية ظهور الضوء يعني في نهاية النفق، بدأنا نشهد تغير في هذه العادات الاستهلاكية واستخدام منصات تسوق إلكترونية. هل سنرى برأيك تطور في هذا المجال بالتحديد في منطقة الخليج وخصوصا في المملكة العربية السعودية؟ بدون شك عندما بدأت الجائحة كورونا وكان هناك إجراءات احترازية وبدأ حظر التجول، قامت المشرع لدينا وزارة الصحة وهيئة الاتصالات بتشجيع المستهلكين على الاستفادة من تطبيقات توصيل الطلبات، وأيضا قامت عدد من الشركات كشركات التجزئة مثل العثيم وأسواق بندا وأسواق المزرعة قامت بتوقيع عقود تسويق شراكة مع هذه التطبيقات التوصيلات، وهذا ما لاحظناه. نحن لاحظنا حجم الطلب جيد على هذه الشركات وارتفاع حجم الاستهلاك في هذه المناطق خاصة مواد التغذية والتجزئة، واستفادت أيضا شركات الألبان في هذه الخدمة. أنا لازلت عند رأيي منذ بداية هذه الجائحة، لازلت أرى أن شركات التطبيقات التوصيلات الطلبات سوف تكون هناك انتعاش في هذه الفترة، كذلك شركات التجزئة عندما قامت بعروض ترويجية وتشجيع المستهلكين على الطلب من المنصات الإلكترونية بدلا من التوجه للسوبر ماركت والهايبر ماركت كان هناك نمو جيد. لازلت أرى أن التجارة الإلكترونية سوف تشهد انتعاشا منذ بدأ إجراءات الحجر حتى في الفترات القادمة، وكان هناك تسهيلات لهذه الإجراءات. يعني هل سنرى دخول شركات أخرى يعني تدعم هذا التسوق عبر التسوق الإلكتروني؟ يوجد لدينا شركات في السوق السعودي اتجهت لهذا المجال، وبعض الشركات كانت لديها أسبقية في الدخول في توصيل الطلبات أو التجارة الإلكترونية، ولاحظنا أيضا عدد من الشركات بدأت الآن تقوم بعملية التسهيل. لازلت أرى أن سوف يكون هناك عدد من الشركات سوف تتجه لهذا المجال التجارة الإلكترونية. طيب محمد، عندما يعني نتحدث عن نرى في تغير في العادات الاستهلاكية بشكل عام، نلاحظ يعني ضعف في الإنفاق، وبالفعل هذا حصل يعني بالمقابل هناك يصبح زيادة في كمية الودائع الموجودة في البنوك. ما تأثيرات كل هذا برأيك على القطاع البنكي؟ خلينا نوضح جانب مهم جدا، هو أن الاستهلاك المحلي أو الطلب على المنتجات الغذائية والاستهلاك المحلي لا زال لدينا جيد أو لا زال لدينا طلب عالي، لكن مع بدء إقرار الضريبة 15% خلال 3 أسابيع الماضية لاحظنا جدا انسحاب أو تركيز المستهلكين على طلبات محدودة هي الطلبات الغذائية والطلبات الأساسية، وابتعادهم عن الطلبات الكمالية كانت نتيجة لعملية الحذر والترقب. عندما يكون لدينا ضعف في الإنفاق أو عدم عزوف عن الإنفاق يكون لدينا اتجاه بشكل كامل إلى الودائع، بمعنى المستثمرين أو المتعاملين يقوم بتفضيل وضع أموالهم في البنوك حتى الحصول على الودائع أو الاستفادة منها.
لذلك اتجهت عددا من البنوك المحلية صحيح. وخاصة البنوك التقليدية بإقرار بعض البرامج اللي تعتبر هي برامج ودائع بصيغة استثمارية بشكل مرابحة، بحيث أن العميل يضع مبلغ بفترة زمنية قصيرة لمدة شهر ويحصل على بعض الأرباح كعوائد، وهذه يعتبر جاذبية استثمارية. أتوقع أن تشهد عددا من البنوك المحلية فتح مثل هذه البرامج ويكون هناك توسيع جيد في هذه البرامج. نحن لدينا الآن 4 بنوك تقدم هذه الخدمة، أتوقع في الفترة القادمة أن نشهد جميع البنوك تقدم مثل هذه الخدمات ويكون لديها تنافس في أسعار الربحية على هذه الودائع. طيب يعني وكيف تتوقع تكون نتائج القطاع المصرفي في ظل أتوقع جائحة الكورونا؟ يعني اليوم حتى جولدمان ساكس فاجأتنا بارتفاعات جدا يعني أعلى من توقعات المحللين بكثير، فكيف تتوقع يكون هذا القطاع البنكي في السعودية في المملكة العربية؟ طبعا لا يختلف اثنين على متانة القطاع البنكي في السعودية والقطاع المصرفي بشكل كامل في السعودية، فجميع البنوك الحمد لله لديها ملاءة مالية وصلت إلى بازل 3، فالبنوك الحمد لله لديها ملاءة قوية جدا وتعتبر هي ملاذات آمنة أو تعتبر هي قناة استثمارية وثبات توزيعاتها النقدية. لا زلت أرى في هذه الفترة أن نتائج البنوك سوف تكون جدا جيدة نتيجة للظروف التي نمر نحن بها، فاحنا لاحظنا عدد من البنوك قامت برفع محفظة الإقراض مع التعاون مع البرنامج الإسكان لوزارة الإسكان، وقامت بخفض المتطلبات للحصول على القروض، خفض نسبة 10% إلى 5% حتى تزيد محفظة الإقراض لديها. قامت البنوك بتسهيل المواطنين للحصول على القروض، أيضا قامت بتشجيع عدد من الشركات في الدخول في الإقراض، فبالتالي أتوقع أن يكون القطاع البنكي لدينا أن يحقق أرباح أفضل من الربعين السابقين ويكون لديه نمو جيد في محفظة الودائع ومحفظة القروض، وبالتالي يكون انعكاس على ربحية السهم الموزع لكل سهم. يعني أنت تتوقع أن القطاع المصرفي بمنأى عن تأثيرات والتداعيات السلبية بسبب جائحة الكورونا؟ القطاع البنكي هو أحد القطاعات التي بعيد جدا تأثيرات بجائحة كورونا، ولن يكون لديه تأثيرات بحكم أن البنوك لدينا تستخدم التعاملات الإلكترونية، ولا يوجد لديها أي عملية انكشافات ولا يوجد لديها أي عملية ضرر في إصابات صحيح. في هذه الجائحة، بعكس القطاعات الأخرى التي كانت لديها ريسك عالي نتيجة لتقابل العملاء كالأسهم، كشركات التأمين، كشركات التجزئة، كشركات اللياقة الصحية وقت اللياقة، وشركات تعتمد على النشاط الرياضي، كان لديها خطورة نتيجة لطبيعة الزبائن وطبيعة بيع المنتجات بشكل تقليدي. طيب يعني بما أننا نتحدث عن القطاعات التي بمنأى عن هذه الجائحة، كنا من قطاع الاتصالات، يعني لم تظهر نتائج قطاع الاتصالات غير زين، السعودية أعلنت عن نتائجها بتراجعات ولديها خسائر متراكمة لزين السعودية. طيب برأيك يعني تعتبر هذه الأسهم الاتصالات هي تعتبر من الأسهم الدفاعية بشكل عام، ماذا تتوقع من هذا القطاع؟ وهل حالة زين هي حالة خاصة أم تنطبق على أسهم قطاع الاتصالات؟ صحيح، كما ذكرت شركة زين تعتبر هي شركة خاصة أو شركة لديها ظروف استثنائية. الشركة كانت تعاني في فترات سابقة من ارتفاع رخصة الهاتف المحمول، أيضا الخسائر المتراكمة. الشركة قامت بخفض رأس مالها مرتين ثم بدأت مرة أخرى بعودة لرفع رأس مالها، فبالتالي ظروف شركة زين تعتبر ظروف استثنائية. يعتبر قطاع الاتصالات في السعودية يعتبر قطاع دفاعي أو بلو شيب، بمعنى أن المستثمرين يتجهوا لهذه القطاعات. لدينا نحن شركة قوية جدا، هي الاتصالات السعودية قامت بتثبيت التوزيعات النقدية لعدد من المساهمين لمدة 5 سنوات ب10%، فبالتالي كسبت هذه الجاذبية. موبايلي نحن نتوقع أن تكون نتائجها جيدة، خاصة أن لديها شبكات الإنترنت كانت جيدة، ونتيجة ظروف الحجر كان لدينا إقبال جيد على قنوات الإنترنت والبيانات الإنترنت، وكان ارتفاع في استخدام الإنترنت في السعودية كما صرحت هيئة الاتصالات السعودية أن فترة الجائحة كان هناك جاذبية أكثر لاستخدام قنوات الإنترنت، فبالتالي نتوقع أن يكون هناك نمو جيد في شركات الاتصالات خاصة تحديدا اتحاد الاتصالات مع ثبات شركة STC نتيجة للحجم العالي لديها. طيب نتحدث أيضا عن قطاع الإسمنت، يمكن هو تأثر الطلب على هذا القطاع بسبب الجائحة، ما رأيك بهذا القطاع؟ كيف ترى قطاع الإسمنت في هذه الفترة بالتحديد؟
حقيقة قطاع الاسمنتات عانى الأمرين، فنحن كان لدينا فترة في السابق ركود في القطاع العقاري وضعف في طلب في البناء في البناء المحلي، عندما سمحوا بالتصدير في الخارج لم تستفد هذه الشركات الاسمنت من التصدير الخارج، بدأت الجائحة وكان هناك انعزاف في حجم المبيعات في شركات الاسمنتات. لكن ما يحدث الآن حقيقة في شركات الاسمنتات، وحقيقة شركات الاسمنتات تحديدا الصغيرة تتداول دون مناطق ال10 ريال، كان هناك عملية مضاربة جيدة في هذه الأسهم تجهل لديها المضاربين بسبب انخفاض القيمة السعرية، وقام هناك بارتفاعات جيدة. لازلنا نرى أن هذا الترند الصاعد لازال مستمر حتى إعلان نتائج الشركات، ويكون هناك على ضوئها تصحيحات أو خصم اللي أتوقع لنتائج الشركات حتى تتقارب مع مقرر الأرباح في النتائج. طيب برأيك يعني محمد، أي القطاعات يعني هي الأكثر يعني استفادة أو ستكون إيجابية من الجائحة؟ ما التوقعات من القطاعات الإيجابية؟ أكثر قطاع حقيقة أكثر قطاع استفاد من جائحة كورونا هو القطاع الذي له علاقة بالإنترنت كالاتصالات، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا الشركات التي تستخدم برامج التجزئة البيع كشركة إكسترا وشركة جرير، بالإضافة إلى شركة المعمر نتيجة الأنظمة الإلكترونية والمحاسبية لديها هذه الشركة. فهذه الشركات التي حقيقة استفادت بشكل جيد من جائحة كورونا. طيب أود أن أسألك عن السيولة، ما رأيك بالسيولة؟ نلاحظ بعض الاتجاه في السيولة من الأسهم الرئيسية إلى اتجاه لبعض في الفترة الماضية للأسهم المتوسطة والصغيرة، إلى ماذا تعزو هذا السبب محمد؟ طبعا نحن منذ بدء إقرار الضريبة 15% وركود القطاع العقاري لاحظنا ارتفاع حجم السيولة في السوق السعودي، فبدءا من عدة أسابيع كانت السيولة تتداول عدة شهور تداول ب 2 مليار حتى قفزت إلى مناطق ال 5.4 مليار التي نحن نتداول عليها هذا الشهر. نتيجة السيولة وانتعاش السيولة هي غياب عدد من القنوات الاستثماريه، فنحن لدينا في السعوديه سوى قناتين استثماريه، سوق العقار وسوق الاسهم. فسوق العقار في الفتره الحاليه يعاني بالركود التام، بمعنى لم يكن هناك عمليه بيوع جيده في العقار، فبالتالي اتجه المستثمرين للسوق الاسهم وقاموا بعمليه الشراء والانتعاش. كسيناريو ما حدث لدينا في عام 2004 و2006 عندما وصلت اسعار العقار لمناطق تضخم اتجه المستثمرين لسوق الاسهم وحدث الانتعاشات. ما يحدث في انتقال السيوله من القطاع الاساسي او قطاع البتروكيميكال وقطاع البتروكيميكال ثم عوده مره اخرى للاسهم الصغيره والاسهم المتوسطه هي عمليه مضاربه وانتقال سيوله من قطاعات متحركه الى قطاعات لم تتحرك، فبالتالي يكون هناك استغلال لهذه الفرص كطبيعه اي مضاربه تحدث في اي سوق مالي. طيب بما انك موضوع الاكتتابات، طبعا الاكتتابات اللي عم صارت او بعام 2020 هي اقل بكثير من الاكتتابات في عام 2019، كيف تنظر الى موضوع الاكتتابات برايك وخاصه بهذا الوافد الجديد الى السوق السعوديه؟ سوق الاكتتابات لا زال لدينا الحمد لله مستمر، حجم الاقبال جيد على هذه الاكتتابات. بعد شركه ارامكو صار حدث لدينا اكتتابات اخرى كشركه املاك العالميه التي ادرجت حديثا، كان لديها اكتتاب وتم الاقبال على هذا الاكتتاب وتغطيته. ايضا تصريحات المتحدث الرسمي او الرئيس التنفيذي لهيئه التداول ان هناك عدد من الشركات سوف تطرح في الاكتتاب العام ودخول عدد من الشركات الاخرى، هذا يعتبر جاذب استثماري جدا في السوق السعودي. لازلنا نحن في الظروف الحاليه في السوق السعودي او يعتبر سمه في السوق السعودي ان جميع الاكتتابات يتم تغطيتها، الاكتتابات الاوليه الاي بي او يتم تغطيتها بنسبه عاليه ويكون نسبه التخصيص جدا جدا جيده. لم نتعرض لاي يوم او اي فتره ان يكون هناك الاكتتاب العام لم يتم تغطيته نتيجة السيولة المتعطشة، ولا أتوقع أن يكون هناك عزوف في هذه الاكتتابات الاي بي او. حتى السيولة يعني الآن أفضل يعني من باقي الفترات، يعني فترة الصيف تعودنا تكون السيولة أقل، لكن السيولة يعني نتحدث عن مستويات 5 مليارات 6 مليارات 7 مليارات شهدناها في السوق السعودية في هذه الفترة، وهي لم نتعود على هذه المستويات من قبل.
صحيح، فكما ذكرت لك في السابق هذه ظروف استثنائية، فبعد بدء الضريبة 15% وركود أسعار السوق العقاري، من الطبيعي جدا يحدث مثل هذه الارتفاعات، ولا زلت أتوقع أن تصل هذه السيولة إلى مناطق 7.5 مليار. طيب، أود أن أسألك عن الموضوع الجديد، وهو موضوع تداول وإطلاق سوق المشتقات المالية للعقود الآجلة. بالتالي ما رأيك بهذه الخطوة؟ نحن منذ وكيف سنوات يعني راح نشوف التداول عليها، نحن الإقبال منذ س... عليها؟ نحن منذ سنوات نشجع حياة سوق المال ونطالبها بفتح قنوات استثمارية وتوفير أدوات مضاربية حتى يكون هناك رقي للسوق السعودي. والحمد لله حياة سوق المال تداول لديها نشاط جيد منذ انضمام السوق السعودي للمؤشرات العالمية، وهيئة سوق المال تداول تقوم بعملية رفع كفاءة السوق بتوفير عدد من المنتجات، بدءا من صناديق الريت، بدءا من سوق نمو كسوق موازي، أيضا مراقبة عدد من الشركات. اليوم اكتملت الفرحة لدينا بدخول المنتج الآخر، هو المشتقات وهو التحول أو ما يعرف الأوبشن، فبالتالي سوف يكون هناك فرصة جيدة للمضاربين، أو عودة مرة أخرى للمضاربين، بمعنى المضارب سوف يربح بجميع المسارين كما يحدث في الأسواق العالمية، يمكن أن يربح عن طريق السيل بوزيشن، وأيضا يربح بالاتجاه الصاعد لما يقوم بعملية الشراء والارتفاعات مرة أخرى، ولكن عندما يكون هناك تصحيح سوف يستفيد من عملية البيع ويكون هناك سيل بوزيشن. ولكن هذه الأداة تعتبر هي أداة عالية الخطورة، قد لا يستخدمها بشكل جيد سوى المضاربين المتمرسين على هذه الأداة، فبالتالي نتوقع أن يكون هناك كبح جماح ارتفاعات الرالي أو الصعود القوي لبعض الأسهم المضاربة. فكل ما كان هناك صعود قوي في هذه الأسهم سوف يكون هناك توقع أن يكون هناك عملية بيع بشكل عكسي، وبالتالي يكون ضغط في هذه الأسهم. أتوقع أن يشهد أول فترة 3 شهور أو شهرين بالكثير يكون هناك عدم وضوح لهذه الأداة أو عدم إقبال على هذه الأداة، ولكن بعد فترة سوف يكون هذه الأداة مرغوبة لدى أوساط المضاربين. طيب، ماذا تراقب في السوق السعودية من حيث النظرة الاستثمارية برأيك؟ بالنظرة الاستثمارية حقيقة نحن نراقب القطاع البنكي في هذه الفترة حتى نقوم بالحصول على تمركزات جيدة للفترات القادمة، ولكن من ناحية مضاربية نحن نركز في هذه الفترة على الشركات التأمين، خاصة بعد اتجاه تصريحات المرور ما سوف يكون هناك مراقبة للشركات وارتفاع في تأمين المراكب. كان لاحظنا انتعاش عدد من شركات التأمين كنوع من المضاربة، أيضا تحسن في نمو الأقساط المكتتبة، فبالتالي وأيضا اتجاه بعض الشركات التأمين الصغيرة لعملية الاندماج فيما بينها حتى يكون هناك انتعاش. فهذين القطاعين سوف يعتبران قطاعين مهمين سواء في ناحية المضاربة وأيضا في الناحية الاستثمارية. نعم، بالتالي يعني سيد محمد، نتمنى أن تكون النتائج أن تأتي أفضل من توقعات المحللين، وهناك بالفعل حديث بأن الأسواق والمستثمرين والمتداولين في السوق استوعبوا تأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة الكورونا وتأثيراتها على القطاعات بشكل عام. محمد الميموني المستشار المالي، أشكرك جزيل الشكر، ومشاهدينا نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية برنامج إيكويتي سبوت لايت. تحية لكم وإلى اللقاء. Thank you.